بهدف تموين السوق الجزائرية بالمركبات من خلال البيع والتصنيع، تم اليوم الإطلاق الرسمي لتسويق سيارات العلامة الصينية شيري. العملية أشرف عليها كل من وزير الصناعة ووزير التجارة، بحيث سيساهم دخول المصنع شيري الصيني الجزائر بإعادة تموين سوق السيارات بعد عدة سنوات ميزها ضعف العرض. استراتيجية الحكومة واستراتيجية الدولة في صناعة سيارات تدل على إرادة خلق صناعة سيارات حقيقية. صناعة حقيقية هي اللي تجيب إضافة للصناعة كصناعة في البلاد، وبالأخص تجيب باش توفر سيارات ذات جودة وذات أسعار معقولة وفي تناول الجميع. طلقنا مع علامة شيري ب 10,000 حوالي 10,092 سيارة في السداسي الثاني من شهر من سنة 23، لكن سنة 2024 سوف تعرف انطلاقة أكبر من أو عدد أكبر من هذا العدد، لأن من خلال 185 ألف سيارة قدرنا نحقق أكثر من 20 ألف منصب شغل، قدرنا نحقق حوالي 15 ألف منصب شغل دائمة وحوالي 5,000 منصب شغل غير دائمة. شركة شيري ومن خلال ممثلها في الجزائر أوتوليدر كومباني والمتواجد بثلاثين ولاية تقوم بتسويق 7 طرازات من أنماط متعددة وبأسعار تبدأ من 1.99 مليون دينار جزائري، كما تعتزم إطلاق مصنع للسيارات ببرج بوعريريج بطاقة إنتاج قدرها 24 ألف وحدة سنوياً. كأول مرحلة أنه نكون عندنا سيارة في متناول الطبقة المتوسطة بنوعية جيدة، مرحلة ثانية راح نروح للتصنيع، نصنع سيارة في الجزائر وراح نحاول بمواصفات ثانية نفس المواصفات العالمية بنسبة إدماج حسب دفتر الشروط. إطلاق العلامات الجديدة للسيارات في السوق الوطنية خطوة هامة من شأنها السماح للمواطن باقتناء سيارات بمعايير عالمية وبأسعار معقولة.